بعدك يا بسام، بعدك يا بسام، بعدك يا بسام بالقلب بعد هواك، بعدك يا بسام بهالقلب بعد هواك. زعجنا كتير يا ابن البيطار بعد هواك، يفنى الفن يا ابو محمد بعدك، ما ترحل مثلك تحت التراب. شيع في مدينة القرداحة الفنان بسام بيطار الذي وافته المنية عن عمر يناهز 50 عاما بعد معاناته مع مرض عضال. الله يرحم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كان انس طيب، الحمد لله كل العالم بتحبه، أعماله الحمد لله بتشفع له عند رب، الحمد لله رب العالمين، الله يبارك بالطيبين ويبارك بمحبينه. البيطار يعتبر أحد رموز الفن والتراث الشعبي والأغنية الساحلية في سوريا، ورغم عدم سعيه وراء الشهرة إلا صوته الجبلي وإخلاصه لهذا النوع من الفن لأكثر من 20 عاما كان كفيلا لأن يصل لقلوب محبيه الذين لقبوه بملك العتابة. الله يرحمه للأستاذ الكبير بسام البيطار، فاجعة فنية وفاجعة للناس اللي بتحبه كتير. أستاذ بسام طيبه بأخلاقه وبتواضعه كان شغل كبير، رحل ورحل وأخذ معه الفن وأخذ معه كتير شغلات حلوة وأخذ معه كتير ذكرى حلوة. أعجز اللسان طبعا، هو شريكي ورفيق النجاحات وولي في الصبا، ما عندي كلام أحكي صدقا، ما في كلمة ولا كلمة إني أحكيها لبسام. الله يرحم روحه لبسام البيطار، هرم وعلم من أعلام سوريا العظيم. أنا بعزي نفسي وبعزي الجمهور السوري، لقد هلم ركن كبير من أركان التراث في سوريا، الراحل الكبير النجم السوري بسام البيطار. بركان العتابة النجم العربي بسام البيطار، الله يرحمك الرحمن الرحيم، تبقى بقلوبنا دائما. الله يرحم روحه بسام البيطار، عاش كبير ومات كبير، بظن جنازته اللي واضحة هي شيء بسيط من محبته ومن محبة الناس لإله. الله يرحمه، عاش بيناتنا وترك لنا شيء كتير حلو عايشين عليه لحتى نموت، الله يرحمه. الفنان الراحل تم تكريمه من وزارة الثقافة ضمن مهرجان الأغنية التراثية الساحلية الذي أقيم في دمشق عام 2019 لما قدم الأغنية والتراث اللامادي. من أشهر أعماله لا تسألوني، يل ودعتنا، راجع الديرة، والعديد من المواويل وأغاني العتابة.